السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري، لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. انتشرت صور وفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الصفحات الإنجليزية والجزائرية، صور وفيديوهات للاعبي مانشستر سيتي، وهم كل من جاك غريليتش، رياض محرز وولكر، في حالة سكر خارجين من منها ليلي في ساعات متأخرة من الليل. وظهرت علامات السكر على جاك غريليتش الذي أفرط في الشرب، وتعتبر هذه فضيحة من العيار الثقيل للاعبي مانشستر سيتي، ومن الممكن أن يتم استبعادهم من الفريق بشكل نهائي، لأن إدارة الفريق والمدرب بيب غوارديولا وجماهير النادي لن تسمح بمثل هذه التصرفات. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. السلام عليكم.